يعطيكم العافية جميعا، شكرا لكم على مشاركتكم لنا في لقائنا اليوم مع إخواننا سيادة رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له من النواب رؤساء وممثلي الكتل الحزبية النيابية التي يتألف منها مجلس النواب العراقي الشقيق. حقيقة مباحثات ناجحة ومثمرة وبناءة تهتم بكافة القضايا العربية وعلى رأسها القضية المركزية قضية فلسطين أولا، وثانيا فيما يتعلق بالعلاقة بين البلدين والشعبين وتطوير هذه العلاقة لما فيه خير ومصلحة البلدين. فيما يتعلق بالعملية السياسية وتطابق مواقفنا في كافة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية، وفيما يتعلق بتقوية ودعم الحكومتين الأردنية والعراقية في تنفيذ المخططات والمشاريع التي اتفق عليها التنفيذيون في اللقاءات الكثيرة المشتركة التي جرت خاصة بعد التعاون الثلاثي بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية. وعدونا الإخوان الأخ رئيس البرلمان الصديق الأستاذ محمد الحلبوسي وزملاء الكرام، كما قالوا لنا أن القرار هو قرار سياسي وقرار أحزاب، وعدونا بحث السلطة التنفيذية لديهم بتنفيذ كافة هذه المشاريع التي اتفقت عليها الحكومتان، من مشروع خط انبوب النفط من البصرة إلى العقبة، وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية المشتركة بين البلدين البرية التي ستنمي التجارة وحركة النقل بين البلدين، واتفقنا أيضا على كافة المشاريع التي تنمي التجارة والعلاقة الطيبة بين شعبينا وبين بلدينا وقيادتينا. وحقيقة جلالة الملك في كل المحافل الدولية دائما فلسطين في ذهنه والعراق أيضا في ذهنه، ونأمل أن يتخلص العراق من بواقي الإرهاب الذي يعشعش هنا وهناك في بلدنا الحبيب العراق الشقيق. شكرا لكم وشكرا للوفد العراقي برئاسة الأخ الأستاذ محمد الحلبوسي. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بدعوة كريمة من الأخ رئيس مجلس النواب الأردني، تشرفنا هذا اليوم بزيارة أشقانا في المملكة الأردنية الهاشمية على رأس وفد نيابي من رؤساء القوى السياسية في مجلس النواب العراقي. نحن هنا للتأكيد على متانة العلاقة ما بين البلدين وأواصر الأخوة الثابتة والدائمة ما بين الشعبين، ونسعى إلى تعزيزها والمضي بها قدما بما ينعكس بشكل واقعي وبشكل فعلي على كلا الشعبين وعلى أيضا شعوبنا في المنطقة. هنالك تحديات على المستوى الإقليمي تحدثنا بها مطولا، كيف يمكن لبلدان المنطقة بسلطات التشريعية بسلطات التنفيذية وأيضا بقياداتها بشكل عام أن تمضي لحل مشاكل هذه المنطقة دون الحاجة إلى أي تدخلات خارجية. أهل مكة أدرى بشعابها، فعلينا أن نسعى جميعا إلى تذليل العقبات وإزالة كل معوقات التعاون بين بلدان المنطقة بأكملها. الأمر الثاني، مضى العراق ومضى مع الأردن ومع جمهورية مصر العربية بتفاهم وتعاون ثلاثي. هذا التعاون مضى بخطوات ويحتاج أن يكون هنالك خطوات عملية وفعلية أكثر. ذكر الأخ الرئيس مشاريع كثيرة تتعلق بالربط الكهربائي، تتعلق أيضا التعاون الصناعي والتعاون الاقتصادي، أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة. كل هذه الأمور هي كانت من مخرجات التعاون الثنائي بعضها، وأخرى من مخرجات التعاون الثلاثي. نحن بدورنا كسلطات تشريعية وتحديدا السلطة التشريعية في العراق ندعم الحكومة العراقية في المضي بكل الخطوات التي من شأنها أن تعزز العلاقة ما بين البلدين وتعزز العلاقة ما بين البلدان العربية، وأيضا المضي بتوفير
هذه الخطوات التي تنعكس إيجابا على الاقتصاد العراقي وتنعكس إيجابا على الاقتصاد الأردني. التحديات القادمة هي تحديات اقتصادية، ويجب أن يكون مستوى التفكير أعلى من ما كان عليه في السابق. يجب أن نكون ننسجم مع الحدث، يجب أن توضع خطط عملية لمواجهة الأزمة الغذائية في العالم التي نتجت سبب الأحداث الروسية الأوكرانية. يجب أيضا أن يكون هنالك وعي واضح لمواجهة خلايا الإرهاب التي قد تنشط هنا وهناك بين الحين والآخر. تبادل المعلومة بين الأجهزة الأمنية العراقية والأردنية أكيد سيساهم بشكل فاعل بالخلاص من الخلايا الإرهابية التي بقت بعد معارك العراق المشرفة ضد تنظيم داعش الإرهابي، وكان دور أيضا للمملكة الأردنية الهاشمية في مساندة العراق في هذا الحرب. نؤكد على ما بدأنا به، وسنمضي سويا في السلطة التشريعية على توحيد مواقفنا على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العربي والمستوى الإسلامي والمستوى الدولي. كنا ومزلنا متفقين في هذه المحافل، وأيضا سنسعى إلى دفع الحكومات لتذليل العقبات أمام أي تفاهمات تنعكس إيجابا على الشعبين. شكرا جزيلا لك الرئيس على حسن الضيافة وكرم الاستقبال. شكرا. سؤال واحد فقط، استقالة ساعتك نورتنا في عمان، يعني استقالة الكتلة الصدرية كيف ستؤثر على شكل البرلمان الجديد؟ أكيد هنالك تأثير سياسي. الكتلة الصدرية هي الكتلة التي حققت المقاعد الأعلى في انتخابات مجلس النواب لعام 2021 وحققت 73 مقعد. وجود الكتلة الصدرية في العملية السياسية مهم. ارتأت الكتلة الصدرية وقيادتها سمعت السيد مقتدى الصدر على أن يكون أول المضحين بترك خيارات تشكيل الحكومة وأيضا المشاركة في مجلس النواب العراقي للقوة السياسية الأخرى. حسب ما تداولت معه هو منذ الخطوة الأولى يؤمن بالأغلبية والمعارضة، وكان خياراته يا أما أن نكون في الأغلبية ككتلة صدرية أو نكون في المعارضة. خيار الأخير كان الذهاب إلى المعارضة. سنبقى كقوة سياسية نتواصل مع الكتلة الصدرية. الكتلة الصدرية لها جمهورها ولها مؤيديها، وهذا انعكس بشكل واضح في الانتخابات. أما ما يتعلق بالبدلاء فالإجراءات ستمضي بالإجراءات القانونية حسب قانون الانتخابات، وحسب آليات العمل النيابي البدلاء سيكونون هم الخاسر الأعلى في كل دائرة انتخابية، يعوضون بدل من السيدات والسادة النواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا للأسف. يمكن أن نصل إلى خيار إعادة الانتخابات السياسي، يمكن يكون في العراق نتيجة عدم نجاح البرلمان في انتخاب رئيس جديد للجمهورية العراقية وكذلك لرئيس الحكومة؟ يعني هي المشكلة حسب سؤال زميلك السابق كانت أكو رؤى مختلفة، رؤى تبحث عن توافق سياسي كالعادة، ورؤية أخرى تبحث عن الأغلبية والمعارضة. الآن ستمضي الأمور بتفاهمات بشكل آخر بعد أن استقالت الكتلة الصدرية من مجلس النواب العراقي. ستمضي الإجراءات الدستورية فيما لو اكتملت يعني أعضاء مجلس النواب بقدوم البدلاء، الخطوات ستأتي تباعا ولن يبقى هذا الانسداد السياسي. هل يمكن سيادة الرئيس يمكن أن نصل إلى خيار إعادة الانتخابات وحل البرلمان؟ هذا الخيار هو خيار دستوري أصلا من مضينا بانتخابات عام 2020، هي كانت بالمضي بهذا الخيار بموجب المادة 64 من الدستور. لم يطرح هذا الخيار لغاية الآن. الخطوات القادمة قد تمضي سريعا، ونسعى إلى تشكيل حكومة تتحمل القوة السياسية مسؤولية مخرجاتها ومسؤولية الأداء لهذه الحكومة والتقي أمام الشعب. سيد الرئيس، هذه الاستقالات هل تحتاج إلى تصويت داخل مجلس النواب؟ بما يتعلق بانتهاء العضوية في مجلس النواب الذي يحكمنا هو قانون مجلس النواب العراقي رقم 13، وأيضا تحكمنا النظام الداخلي. تصويت مجلس النواب يقتصر على ثلاثة حالات فقط. حالة التي تسمى الطعن بصحة العضوية بموجب المادة 52 من الدستور، وهذا لا تنطبق على الاستقالات. الحالة الثانية الإخلال الجسيم بقواعد السلوك النيابي، والحالة الثالثة تجاوز غيابات النائب الحد المسموح. هذه الحالات لا تنطبق على حالة الاستقالة. تنتهي عضوية أي نائب من أعضاء مجلس النواب بشكل مباشر عند تقديم الاستقالة أو الوفاة أو المشاركة في عمل تنفيذي،
بالتالي لا يحتاج الى كما عدل الدستور. اخر سؤال شكرا فيصل. الرئيس حول المباحثات الاردنيه العراقيه، هل هناك جدول زمني لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من القمم الاردنيه العراقيه لتنفيذ المشاريع الاقتصاديه على ارض الواقع؟ هل هناك، طبعا هناك دبلوماسيه برلمانيه مهمه لكلا الطرفين، فهل هناك جدول زمني لتنفيذ هذه المشاريع على ارض الواقع؟ شكرا جزيلا. ننتظر الجدول الزمني من الجهات التنفيذيه بدورنا كسلطات تشريعيه، نسعى إلى تذليل العقبات وتقليل هذا الجدول الزمني قدر الإمكان. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا.